مع ريحة العود والعطور اللي معطرة أيامنا في عيد الأضحى المبارك، نصبح بالخير عليكم مشاهدينا في ثاني أيام العيد، ونصبح بالخير على كل المغتربين في الخارج سواء كانوا للدراسة أو العلاج وحتى الاستجمام. وتحية صباحية للجميع، وأيضا تحية صباحية لزميلي عمر. صباحك الله بالخير عمر. صباحك الله بالخير يا عاش، وأكيد صباحنا اليوم مختلف بضيوفنا وأيضا فقراتنا اللي مجهزينها لمشاهدينا لهذا اليوم. أكيد نصبح عليكم مشاهدينا بأجمل صباح، وأيضا نصبح بالخير على كل من يتابعنا، وعايد بعد على كل من يتابعنا اليوم في هذا الصباح وكل صباح. دائما ما يرسم العيد البسمة والفرح علينا صغار وكبار، ونتمنى مشاهدينا نرسم الفرحة عليكم، وأيضا نرسم الفرحة والسرور في حلقتنا لهذا اليوم. رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما سمعنا هذه الأغنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك، والحين مشاهدينا ضيفنا لليوم كاتب وممثل ومؤلف يتميز بقدراته الإبداعية في المجالات الفنية كافة كمؤلف وممثل أيضا مسرحي، عمل في الدراما والأعمال الإذاعية. وطبعا نصبح بالخير على الممثل والكاتب نقدر نقول عبد الرحمن الزرعوني، حياك الله ويانا وكل عام وانت بخير ممثلنا. صبحكم الله بالخير وكل عام وانتم طيبين، عساكم العايدين والسالمين اجمعين. اشكركم على هذه المقدمه الطيبه. طبعا في البدايه فنانه نبتدي معك بمناسبه عيد الاضحى المبارك، يعني بنبتدي معك من الصغر، عقب بنشوف شو الجدول اليوم كبرنا وزادت الاشغال والمسؤوليات، ولكن في الصغر كانت هناك البراءه، كانت همومنا جدا بسيطه، لان احنا يكون عندنا لبس جديد، لان احنا نطلع نلعب مع ربعنا في السكيك، كانت احلام بسيطه وايضا هموم بسيطه. فخبرنا شو كان بالنسبه لك العيد انت وصغير؟ حقيقه قبل ما نتكلم عن الصغر، انا استغل هذه الفرصه الطيبه لارفع اسماء ايات التهاني والتبريكات الى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدوله حفظه الله، والى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نعم، وإلى أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، نعم، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نعم، وأقول وشعب الإمارات والمقيمين على هذا البلد كل عام والإمارات بألف خير. جميل. وانت بخير صحة وعافية. إذا بنرجع للصغر يعني أعتقد أن أيام الطفولة ما في حد ينساها بشقاوتها بحلاوتها بالضرب اللي كنا نحصله من هذا الضرب صدق شوابنا الحيين منهم الله يعطيهم الصحة والعافية. آمين يا رب العالمين. والمتوفين الله يرحمهم ويغفر لهم إن شاء الله. تعرف كنا نعيش في الحي في الفريج ودائما ما كان في هذيك الأيام ما كان في أهداف معينة يعني. صح على البساطة. على البساطة. تطلع من البيت تبغي تروح يمين تلقى نفسك فجأة صرت يسار. صح. شفت شلة هني رحت هني. ماشي جدول معين. ما في جدول معين في هذيك الفترة وكانت الحياة بسيطة جدا يعني. صحيح. يعني ما في مولات عشان نروح المولات نتمشى فيها ما في. أيام الآن عاد وين شيء مولات؟ أي أقول لك يعني في هذيك الفترة هذه يلا نطلع بس نتغدى ونغسل يدينا و يا سلام ظهر القايلة ونحن نلعب في الشمس فما في كان شيء محدد. صح. لكن فيما بعد مع الدراسة مع كذا بدأ الإنسان شوي. نعم. صح. إيه. جدولك الحين في العيد كيف يكون؟ تكلمنا عن الماضي الحين كيف تعيد؟ أكيد في جدول معين تتبعه. والله يا ريت جدول الماضي يعيد. يا سلام. العيد تغير يعني؟ تغير كثير. قبل كنا من الفجر نقوم بدون ما حد يوعينا ان باكر عيد ونروح المصلى ونصلي ونطلع ونروح ونلعب ونعايد مع شوابنا نروح لهم. صح. المجالس من ميلس لميلس ميلس فلان لميلس فلان. الان اختلف جدا اختلف. صح. شو خلى الوضع يختلف؟ جارك انت ما تشوفه الناس اصبحت يعني اذا في البيت 10 انفار ثلاثة منهم يروحون يصلون العيد انا اقولها بامانة يعني. نعم. طيب شو اللي خلى هالايام مثل ما ذكر عمر تتغير مثلنا؟ الايام ما تتغير ولكن هي النفسيات شوية تغيرت. الاسلوب تغير، اسلوب الحياة تغير. اسلوب الحياة تغير. التباعد اللي صار يعني اول تعرفون هذا الفريج فيه فلان وفلان 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 وكلهم جنب بعض. اليوم انت هني واخوك مسافة 3 كيلو 4 كيلو عنك. نعم. هذه الأمور شوية وظروف الحياة حتى نفسها صارت يعني شوي باعدت بين 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 الناس. بس بالنهاية هناك رابط مشترك يربط ما بين كل الأشخاص وكل الأقارب في هذه المناسبات وهي الفرحة. صحيح. الكل يفرح في هذه المناسبة، الكل يحاول يتواصل مع الثاني إن كانت بطريقة خلينا نقول اختلفت أو بطريقة السابقة من خلال الزيارات، فبالتالي هنا لازم يكون التواصل. ولكن أنا بنقلك ما بين الكبر والصغر. نعم. يعني نرجع لنحن وصغار، نحن أتذكر ما ضيعنا إلا لما يقولون لنا بنخش لكم العيدية عسبة توديكم الألعاب. هذه اللي ضيعت عيدياتنا. نعم. فما أدري قبل كان يصير نفس الشيء. وما تحصل العيدية عقب عمر. ولا نشوفها. العيدية خلاص من تطلع من هذا الوقت سلم عليها. وكل هذا يقول لك يا أنا بنوديك الألعاب يا نخش لك لين عقب. طبعا أنت لا تشوف الألعاب ولا تشوف عقب. فما أدري قبل كانت نفس الطريقة ولا اختلفت؟ يعني قصدك يأخذونها عنك؟ روحت. لا لا هو شوف احنا في أيامنا كانت العيدية بسيطة جدا. يعني درهم نص درهم درهمين ومو بكل حد اللي بيعطيك العيدية. يعني الحين عطل ياهل عشاء. كنا صغار نروح من بيت لبيت. صح. اللي عايد يعايد واللي ما يعايد حتى لو يعطينا قلاص ماي مثلا. صح. اليوم لا اليوم عيدية اختلفت تماما يعني. الحين قاموا يحطونها بأظروف يحطونها بسوالف وعمر الحين لو تعطيهم 10 يا ويلك. أي 10 لو تعطينا 50 يا ويلك. ما حد يرضى الحين. لا لا المية والخمسين وحطها في ظرف مثل ما قلتي وفوقها وردة ولا شمعة ولا قيمة الظرف بروحها أغلى ممكن من العيدية. ممكن. أي والله صح. نعم. إنزين بالنسبة للأعيادي ممثلنا كيف تكون بالنسبة لك لليهال؟ البارحة لما استضفنا الفنان عندنا سعيد بوتيجة قال أنه مثلا عنده مستويات يعني لإخوانه غير ولعياختها غير فأنت كيف تكون العيدية بالنسبة لك؟ العيدية هذه بالضبط مثل ما قال مستويات بعد؟ هي مستويات مقامات يعني حين أنت ولدك ولا بنتك لما
إذا عايت ولد أخوك يطالعونك كم عطيته. إذا أنت عطيته أكثر بعدين بابا ليش يراقبونك؟ أنت عطيت ولد عمي أكثر أنا ما عطيت. إذا بالنسبة للجمهور دائما مثلا يقولون أن هذا فنان فأكيد ما شاء الله بعيدنا بالآلاف، تمر عليك هذه الحالات؟ علشان كذي أنا ما أشير وايد أمامك. لا لا يعني أكثر شيء بين الأهالي اليوم أصبحت يعني والأقارب وكذا ويجون يعني لا زال في بعض الأماكن لا زال النفس الأولي موجود يعني نلقى مثلا بس شلة شباب صغار مثلا يجون يروحون يمرون من بيت لبيت. كم بنوزع؟ كم بنوزع؟ كم بنوزع عيدية؟ الحمد لله بلدنا خير، بلد خير وخير موجود الحمد لله. الحمد لله بس الواحد بعد يخرج له مثلا 5000 درهم عيدية وتعال بعد نهاية أول يوم عيد نقول تشوف العيدية خلصت ولا ويرد يقولوك تراك ما أعطيتنا عيدية، 5000 وين صارت؟ لا هو التوزيع حتى يكون يعني مختلف وتعطي ما شاء الله وتوزع وآخر شيء يقولك ما وزعت ما أعطيتنا شيء. فحتى العيدية يعني أنا باعتقادي أنها اتغيرت نوعا ما يعني يمكن العيدية قبل صارت مثل ما ذكرت بأشياء جدا بسيطة، ولا اللي عارفه بعد ان العيديه قبل كانت حتى بمكسرات مثل ما قلت حلويات فواله صح يحطوا لك موزه يحطوا لك تفاحه امورك طيبه هني سهالات وتتمشى بالفريق ومستانس. اما الحين اختلف الوضع يعني يظل كل جيل لا لا طقوسه الخاصه لا فعلا عاداته الخاصه يختلف من جيل لجيل، ولكن احنا نحاول نتعايش مع هذه المتغيرات بالطبيعة المناسبة لهذه الأجيال خلنا نقول. فنحن لنا الله وأنا مو بغام ظني إلا لما يقولون الكبار ما لهم عيدية ليش؟ والله الكبار بعد لهم عيدية لهم عيدية نعم يعني الأرحام يعني بحصل عيدية تزاور. لا أنت ما بتحصل مثلا أمك أبوك الله يحفظهم الأرحام الأقارب، فحلو لما ندخل البهجة في نفوسهم. أنا كل هالمقدمة عشان أنا أحصل عيدية. أكبر عيدية مثل ما تقول الشاب خلنا نقول اللي في سنك أكبر عيدية لما يروح يزور أمه ويزور أبوه يا سلام ويسلم عليهم، هذه ما بعدها عيدية. غلبتني بالكلام. ما تقول أنت والله الحين كذا، لا قبل الوضع مختلف. لما صح. تحصل درهم أنت تعرف بتروح وين، بتروح شيد الدكان صح. تشتري حلاوة تشتري شغلة تشتري كذي. الحين لا ما يكفي الدرهم لأنه لا هو يفكر بيروح السينما بيروح المول بيروح كافيه بيروح هذا ما يكفي 10 درهم 20 درهم و100 درهم فلذلك الوضع مختلف. قبل الدرهم وايد صح تشتري فيه وايد أشياء صح. يعني قبل البيت اللي يعطونا مثلا درهمين أو 3 دراهم ني كل عيد لأن هم يعطونا درهمين و3 دراهم هم اللي عندهم أكيد يعني أكيد أكيد نعم. نعم. إذا بما أننا نحن في أيام عيد الأضحى فيليت لو نتكلم عن الأضحية، عن مثلا أنت من الناس اللي أيضا يتريقون البارحة نفس السؤال اللي سألناه البارحة عمر لحم في عيد الأضحى فناننا؟ نعم تتريق لحم. نعم نعم نعم. خبرنا في عيد الأضحى كيف يكون جدولك بعد الأضحية؟ تضحي بنفسك ولا يعني تضحي بروحك في البيت ولا كيف؟ لا والله شوفي العيد يعني تقريبا سيستم معروف عند الجميع. الواحد يطلع مثلا يقوم الصبح يروح يصلي في المصلى سواء كان في المصلى او العيد المسجد ويرجع يبتدي باقرب المقربين يعايد عليهم ثم ينتقل الى اصدقائه والى كذا. نعم. الاضحيه طبعا اللي بيضحي مجرد ما يصلي العيد ويرجع الى بيته اذا كان مثلا هو يضحي في بيته ترى يكون مستعد ويضحي صح. وإذا بيضحي في المكان المخصص للأضاحي يطلع ويشيل أضحيته ويروح هناك، بعد ما يضحي ويخلص يرجع وثم يبتدي الزيارات. هذا يعني تقريبا الكل ماشي على هذا النظام زين. يعني الأكل خلنا نقول في عيد الأضحى 3 أيام لحم إن كان ريوق إن كان غدا إن كان عشاء، نحن 3 أيام ناكل لحم وباليوم ناكل يمكن 3-4 مرات. لا نحن الغدا لازم مالح. الغدا مالح؟ نحن الغدا لازم عيد الفطر عيد الأضحى هي. لازم مالح لازم أول مالح. يوم لازم أول يوم مالح. والباقي الأيام؟ عادي أي شيء عادي يعني لحم هي مثلا، لكن بس لازم مالح ولا شو أنت فنانة؟
هذا اللي قلته أنت ربما كان شوي قبل. هي. الآن في الوقت الحالي موجود هذا ولكن مش بكثرة. وفي ناس كثيرين مثل ما قالت أختنا أن أيضا يتغدون مالح. هي. صح. في كثيرين. وأصبحوا الأولاد اليوم أصلا ما يأكلون اللحم. يعني أنت لو بتسوي في بيتك غدا لحم مثلا بتلقاهم يأكلون أشياء بسيطة ولا مو موجودين أصلا حتى هم على الغداء برا. صح. فلذلك لكن بعض البيوت لا زالوا يعني محافظين على هاي الشغلة ويتجمعون يعني أسرة مثلا من كذا بيت، ترى اليوم مثلا الغداء في بيت الوالد. الإخوان الخوات غيره كلهم يتجمعون، هذه موجودة بيسوون اللحم حتى على الريوق. صح. موجود اللحم. أما يعني إحنا كبيوت أولادنا اليوم لا لا ما يعني والله نحن همبرجر وهو ماشي. نحن في عيد الأضحى ناكل لحم لين ما تقول بس لين ما ننتفخ. لا ويغيرون لك عادي، يغيرون لك أول يوم يسوون لك صالونة لحم، ثاني يوم أولنا مشوي، ثالث يوم لا تكثر لا تكثر. الله المستعان. لا تكثر، حاسب على النقرص. النقرص اي والله. نعم. هو يعتمد بعد على حسب المناطق، على حسب مثلا الاماكن، مثلا مثل ما ذكر مثلا عمر في بعض الاماكن مثلا يتغدون ويتعشون ويتريقون حتى لحم، لكن بعض المناطق لا يختلف على حسب المناطق وغيره. البيئه اللي هم عايشين فيها. البيئه اللي هم المنطقه عايشين. اللي هم فيها، يعني في عندنا مثلا مناطق شويه خلينا نقول اللي على البحر شوي مختلفة شوي. اللي شوي داخل يدخلون السمك شوي اللي على البحر. ايه. اللي في صوب ليبال شوية. ايه. لا زال هذه موجودة عندهم. ايه. بالذات اللحم اللي يسكنون على ليبال، على طرف ليبال أو مثلا شوية صوب البادية مني، لا زالت هذه موجودة عندهم. نعم. بكثرة بعد. جميل. يعني أنا برجع وياك سيد عبد الرحمن لجو العيدية. تذكر أول عيدية حصلتها كم كانت؟ أكثر عيدية يمكن؟ كأنك ناوي تبع عيدية. والله أنا يعني بطريقة ما بسحب عيدية اليوم. والله أول عيدية ما أتذكر. يعني حقيقة يعني ما أقدر أحدد أول عيدية، لكن أنا اللي أعرفه كانت بسيطة جدا، درهم نص درهم يعني ما تتجاوز. شوي شوي بعدين كل ما نكبر كل ما تزيد. ما لحقت يعني على أنا؟ أو الربية؟ لحقنا على الآنة والآنتين. هي. لحقنا عليه. نعم. الآنة والربية أجواء كانت. هي. طبعا مختلفة. هي. كان ما أدري شو الأكثر، الآنة ولا الربية؟ لا لا الآنة، الأربع آنات ربية. الأربع آنات ربع. الربية كم تصير عليها؟ أظن ثمان. ثمان آنات. ثمان أو 12 12 12 آنة اللي هي الربية. هي. الآنة خلنا نقول فلس. فلس. الآنة فلس في هذاك الوقت. يعني مثلا احنا نقول الفلس الاحمر هذا. الآنة كذي، آنة آنتين ثلاثة. كانت تشتري شيء عاد قبل الآنة؟ كانت تتعيش، كانت تتعيش. تجيب لك حبة برميت، تجيب لك شوكليتة، تجيب لك شيء. حلو. جميل. نحن متواصلين معك فنان حوارنا اكيد، بس عندنا فاصل قصير بنرجع ان شاء الله لاستكمال حوارنا. مشاهدينا بنرجع لكم بعد هذا الفاصل.